بعد أن كانت صلاح الدين المحافظة الأقل عددا في تسجيل الإصابات نتيجة التزام مواطنيها بالإجراءات الصحية، ها هي اليوم تصل أعلى مستويات الإصابة، إذ تجاوزت 9000 حالة مسجلة رسميا لدى دائرة صحة المحافظة، إضافة إلى أعداد أخرى لم تسجل تصل إلى أكثر من 60 حالة في اليوم الواحد. وسبب ذلك يعود إلى تهاون المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا. الحقيقة بالآونة الأخيرة نشوف عدم الاهتمام وعدم لبس الكمامة والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وكأن الموضوع فيروس كورونا أنه خلاص، وبالعكس الآن كورونا أعدادها في تزايد، وتلاحظ أنه ماكو إجراءات احترازية ووقائية، تشوف كل 20-30 شخص يلا 2 لابسين كمامة، هذا موضوع كلش خطر. خلية الأزمة من جانبها أشارت إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل تفاقم الأزمة المالية في البلاد، بما يجعل الدولة غير قادرة على تقديم الدعم للمواطنين وقت الأزمات. الحكومة العراقية صرحت أنها غير قادرة على توفير المعيشة إلى جميع أبناء الشعب العراقي، وأوصت اللجنة برفع حظر التجوال ليتسنى للمواطنين العمل على طوال النهار، لكن أوصت اللجنة أيضا بالتباعد ولبس الكمامة. ارتفاع عدد الإصابات يتطلب تثقيفا مجتمعيا وفقا لمختصين، بهدف رفع مستوى الوعي الجماهيري بأهمية التزام العزل المنزلي في حالة الإصابة، الأمر الذي سيسهم واقعا في تقليل عدد الإصابات. وفي ظل غياب الاستراتيجية الحكومية والوعي المجتمعي فضلا عن تردي الواقع الصحي، يبقى المواطن في حالة قلق وعدم الاستقرار، مترقبا أي تغيرات قد تسهم في الحد والتقليل من الإصابات بفيروس كورونا، خاصة والبلاد على عتاب فصل الشتاء بما قد يزيد من عدد الإصابات. أحمد جمعة، الحرة، سامراء.